الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله من الكون مع الائمه عليهم السلام الحديث السادس من احاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من سره ان يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده فليتولى علي بن ابي طالب عليه السلام واوصياءه من بعده فانهم لا يدخلونكم من باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم واني سألت ربي ألا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض هكذا وضم اصبعيه وعرضه ما بين صنعاه إلى أيله فيه قدحان من فضه فيه قدحان فضه وذهب عدد النجوم هذا الحديث يبين وجوب اتباع امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام والاوصياء من بعده وان الله سبحانه وتعالى يجازي الذي اتبعهم بعد رسول الله صلى الله عليه واله بحسن الجزاء في الدنيا والاخره وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ولذلك هم سبب هداية الناس إن اتبعوهم ولا يضل من اقتدى بهم ولأنهم علماء ولا يوجد في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم منهم ولانهم لا يفترقون عن القران الكريم الى يوم القيامه حتى يرد على الرسول الحوض الكتاب والعتره هذا خلاصه هذا الحديث الشريف فاولا الرسول يقول صلى الله عليه واله من سره ان يحيا حياتي حياه الرسول في هذه الدنيا كانت حياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لخلقه. فأنت وأنا وأي واحد من هذه الأمة إذا أراد أن يحيا كحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لم يخلقنا عبثا وانما خلقنا لغرض ولكن جعلنا مختارين نتمكن ان نسير في ذلك الغرض او ان نخالف ذلك الغرض هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى بان جعلنا مختارين كيف نعيش واحد يعيش كالأنعام. اكو إنسان إذا تشوف حياته كبهيمة، أكل وشرب ونكاح ونوم بدون أي مسؤولية. هذا الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لأجله. وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نمهد في هذه الدنيا لاخرتنا فان الدنيا مزرعه الاخره هذه مرحله مؤقته ستكون حياتك الابديه متوقفه على ماذا تختاره في هذه المرحله المؤقته امتحان مؤقت مثل الان احيانا مثلا يوجد امتحان يمتحنوك هل تقبل في الجامعة أو لا تقبل إذا قبلت في الجامعة تترد تتدرج في الجامعة إلى أن تصبح مثلا أخصائي في مجال من المجالات وحياتك تقضي في ذلك المجال وإذا واحد رسب في الامتحان طريقة حياته تتغير نهائيا يروح في مجال آخر الله سبحانه وتعالى خلقنا للبقاء لا للفناء الجنة أو النار بيدك في هذه الدنيا أنت تختار، والله من لطفه بين للإنسان وسائل الفوز، وحذره من وسائل السقوط، وبعد ذلك هو مختار زين تعيش حياة البهائم أو تعيش حياة أسوأ من حياة البهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن البهائم لا عقل لها، هو هذا خلقت لأجل هذا، الإنسان لم يخلق لأجل الأكل والشرب والنوم، صحيح هذه ضروريات لحياته يحتاج إليها، لكنها ليست هي الغاية، ليست هي الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ليرحمنا لكي ننال رحمته الخاصة فإذا تريد أن تحيا كحياة رسول الله صلى الله عليه واله ويموت ميتتي يعني ميتة الإيمان لا ميتة جاهلية يعني ميتة كفر ونفاق وشرك يعقوب ماذا وصى لا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني تكون على الاسلام دائما حتى اذا جاءك الموت بغتة فأنت في حالة الاسلام. الانسان ينبغي عليه ان يكون دائما بعيدا عن معصية الله، وان يكون في طاعة الله او فيما اباحه الله سبحانه وتعالى له، لانه لا يعلم متى يموت. في أي لحظة يأتيه الموت صحيح الإنسان عنده أمل أن يبقى أن يعيش لكن الموت يأتي بغتة كم من شاب مات في شبابه كم من طفل مات في طفولته كم من إنسان مات ولم يدرك أمله فلذلك الإنسان لازم يجتنب عن المعصية دائماً اذ لعله ياتيه الموت وهو في معصيه الله سبحانه وتعالى. فإما يكون في طاعه الله حتى اذا جاءه الموت جاءه وهو في طاعه الله او يكون في امر مباح وحلال لم يحرم لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هكذا بإيمان وعمل صالح وامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن نواهيه تكون ميتته كميتة رسول الله صلى الله عليه واله يعني ميتة ايمان. فإذا تريد أن تحيا حياة رسول الله، وتموت مماته، ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي. الله سبحانه وتعالى وعد رسوله بأنه يدخل الجنة من آمن وعمل صالحا. هذا الله سبحانه وتعالى وعده، لا أحد يطلب بالذات من الله سبحانه وتعالى الجنة، الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى. البعض يتصور أنه احنا بالذات نستحق لأننا نطيع الله سبحانه وتعالى فنستحق الجنة. كلا الله سبحانه وتعالى خلقنا هذا أصل وأساس النعم علينا، ثم غمرنا بالنعم. ولو نحن كل حياتنا قضيناها في عباده الله سبحانه وتعالى لا نؤدي حق نعمه فبعد ما نطلب شيء لكن الله سبحانه وتعالى كما تفضل علينا وابتدا خلقنا من غير استحقاق منا كذلك وعد وجعل حقا على نفسه بأن الإنسان إذا آمن وعمل صالحاً سيكون مصيره الجنة، بهذا الوعد صار حقاً على الله، كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين، حقاً علينا نصر المؤمنين، هذا حق على الله، لكن لا بالذات، بل لأن الله وعد، ولأنه لا يخلف الوعد، فهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، مثل ما أنت بلا تشبيه تشوف انسان لا يطلبك شيء ولا حق له عليك ولا اي شيء تعده بموعد اذا وعدته صار دين عليك صار حق عليك وعدته بان تساعده زين هذا من فضلك عليه لانه ما يطلبك شيء لكن لما وعدته المؤمن اذا وعد وفى خلف الوعد قبيح. الله سبحانه وتعالى وعد ويفي بوعده ان الله لا يخلف الميعاد. زين الجنه درجات هم درجات عند الله في بعض الاحاديث الجنه درجاتها بعدد اي القران كم اية في القران عندنا؟ ستة آلاف ونيف ايه درجات الجنه هكذا لأنه مو معقول واحد قضى حياته في الإيمان وفي العمل الصالح وفي الجهاد يكون مساوي مع مؤمن عادي كثير من الأحيان أيضا قضى حياته في المعاصي تابع عنها أو أن الله سبحانه وتعالى غفر له هذا مو معقول أن تكون درجة واحدة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خيرة الله سبحانه وتعالى وكل حياته في طاعة الله وسبب هذا الخير العظيم على البشرية طبيعي أن درجته في الجنة تكون أفضل من درجة سائر الناس هذا أمر واضح زين الجنة درجات أنت تريد في الجنة تكون في الدرجات العليا لازم تطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده كانه هذا كناية عن الملك، لأن الملوك عادة يأخذون بيدهم عصا، عصا الملك، فألقت عصاها واستقر بها النوى، هكذا يعني الملوك من دابهم يكون ذلك، زين، الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الجنة كملوك، يستفاد من بعض الأحاديث أنه الله سبحانه وتعالى أي غريزة أعطاها للإنسان في الدنيا ولم يتمكن من الوصول الى مبتغاه في تلك الغريزه الله سبحانه وتعالى ينعم على الانسان بالجنه بما يشبع تلك الغريزه ويلتذى الانسان بذلك من فضل الله ورحمته على الانسان الناس كل واحد من الناس يشتهي ان يكون ملكا في هذه الدنيا هذه غريزه وهذه محبه للانسان زين غالب الناس لا يتمكنون من الملك في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يجعلهم ملوك في الآخرة يعني هو في جنته الله سبحانه وتعالى يجعله ملكا هناك من الحور العين ومن الغلمان المخلدين يكون ملك عليهم عددهم قد هذا يختلف باختلاف الأعمال الصالحة وباختلاف درجة إيمان هذا الشخص كم له من الحور، كم له من الغلمان المخلدين، يختلف، لكنه على كل حال يكون ملكا عليهم. زين، حياتك حياة الرسول، ميتتك ميتة الرسول، تدخل الجنة وتكون ملك في الجنة في الدرجات العليا، ماذا تفعل؟ فليتولى علي بن ابي طالب عليه السلام والاوصياء من بعده. لازم تحب الائمة من اهل البيت، عليهم الصلاة والسلام وأن تتبعهم مو فقط محبة، محبة واتباع لأن التولي من الولاية بمعنى الحب وبمعنى الاتباع والطاعة، لماذا؟ الله لا يأمر بشيء عبثا، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل أثر ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله له هذا الأثر بسبب فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم جعلهم هدات للناس أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى كثير من الأحيان هناك أئمة يهدون إلى النار. في كثير من الأحيان هناك ناس كانت بداية حياتهم بداية حياتهم باستقامة، لكنهم انحرفوا، مثل ذاك اللي الله سبحانه وتعالى يقول حوله: "الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين". يمكن هذا الإنسان يكون سبب للهداية في البداية لكنه يتحول إلى سبب ضلال عدنا في التاريخ ناس كانوا من أتباع الأنبياء يدعون الناس إلى الإيمان لكنهم بعد الأنبياء انحرفوا أغواهم الشيطان وكذلك في هذه الأمة ناس كانوا على الجادة المستقيمة ثم انحرفوا في زمان الرسول ناس ارتدوا ومن يرتدد منكم عن دينه إلى آخر الآية ارتدوا وبعضهم ماتوا على الارتداد أكو واحد في المدينة في مكة في مكة المكرمة هذا أسلم في قضية فلما لامه المشركون ارتد قال له لما يصير أنت أسلمت أمام مجموعة من الناس اشتهر الخبر بانك اسلمت هسه ارتددت عن الاسلام يمكن كثير من الناس ما يوصلهم الخبر فلازم يكون لك فعله هذه الفعله ايضا تنتشر تكون فعله خاصه ماذا افعل؟ فاقترحوا عليه ان يذهب ويبصق بوجه رسول الله صلى الله عليه واله وبالفعل أجى إلى المسجد وبصق لكن بصاقه لم يصب رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحاديث رجع إليه وأحرقه احترق الوجه وجهه اللي أصيب ببصاقه زين وفي غزوة بدر أسر وقتل كافرا مشركا وفيه نزلت هذه الآية حسب بعض المفسرين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني يعني اسلم لكن صديقه اضل وكان الشيطان للانسان خذولا الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام معصومون لان الله اصطفاهم فانهم لا يدخلونكم في باب ضلال سواء في مجال العقائد او في مجال الاحكام لا يفتي لك بفتوى خلاف الواقع خلاف ما انزل الله لا يبين لك عقيده غير صحيحه لا كل ما يقولونه صحيح ولا يخرجونكم من باب هدى، اذا انت على هدايه يؤكد الهدايه عليك، ما يخرجك من باب الهدايه، فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم، هذا المقطع يدل على عصمتهم ايضا، فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم، هم اعلم منكم، لازم تتبعوهم. ليش؟ لأنه أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زين إذا واحد أعلم مني لكنه أخطأ في مورد وأعلمه أقول له يا فلان صحيح أنت أعلم مني لكن في هذا المورد أخطأت أحيانا التلميذ ينبه أستاذه على خطأ يمكن لكن حينما الرسول يقول فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم يعني معصومين لأنه إذا مو معصوم حتى لو أعلم قد يخطئ فتعلمه لا فلا تعلمونهم فلا تعلموهم يعني لا تخطئونهم في أفعالهم لا تتصور أنه إذا قال قولا أو فعل فعلا ففعل أو قول خطأ تريد تنبهه لا معصوم لا خطأ فيه ما يحتاج الى تعليمك، انت تخطئ اذا تصورت انه اخطا. فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم. زين. واني سالت ربي الا يفرق بينهم وبين الكتاب. هذا ايضا تعليل. ليش لازم تتبعه؟ لانه هو مع القران دائما. كما ان القران لا خطا فيه. فهؤلاء معصومون، فلذلك لازم تتبعه، هذا قضيه عقليه، يعني انت اثنين امامك. واحد دليل يخطئ والدليل الثاني لا يخطئ أبدا تدري أنه ما يخطئ والعقل يقول لك اتبع الذي لا يخطئ الرسول يقول دعوت الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض يعني إلى الأبد زين والله استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وآله ولذا في حديث الثقلين المتواتر الذي رواه الفريقان ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا استجابة لدعاء الرسول الرسول دعا والله استجاب زين ما يفترق من الكتاب يعني شنو يعني لا يخطئ لأنه إذا أخطأ إذا أخطأ هو في نفس ذلك المورد اللي اخطا افترق عن الكتاب. اذا افتى بحكم خطا افترق عن الكتاب. اذا ذكر عقيده خطا افترق عن الكتاب. القران لا خطا فيه، الله سبحانه وتعالى يقول: "لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه". كلام الله سبحانه وتعالى لا خطا فيه. فالذي لا يفترق عن الكتاب يعني لا خطا فيه، وهذا من ادله عصمتهم، فلذلك لازم تتبعه لانه معصوم. كيف صار معصوم؟ لان الله سبحانه وتعالى عصمه. الله فضله، الله اصطفاه. هذا هو الاصطفاء التي الذي اشارت اليه الايه الشريفه في سوره فاطر ثم يعني بعد الرسول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفيناهم ففي هذه الامه يوجد ناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اصطفيناهم من عبادنا زين العباد اقسام قسم كافر، قسم مؤمن والقسم الاخر هذا الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى اللي هو سابق بالخيرات ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا هؤلاء من عبادنا يعني بعض عباد الله سبحانه وتعالى. الائمه عباد الله فمنهم يعني من العباد الذي الائمه بعض هؤلاء العباد زين ليس كل العباد من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه. واحد لا يجي يقول بانه الامه الاسلاميه كلها مصطفات، لا فيهم ظلمه، الظالم ليس مصطفى. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد يعني المؤمن العادي. مش كل المؤمنين. ومنهم سابق بالخيرات اللي هو الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. بإذنه الله اصطفاه. وإني سألت ربي ألا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض يعني في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحضر القرآن وكذلك يحضر الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيردان على الرسول الحوض لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المأمور على هذا الحوض، مالك هذا الحوض بإذن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، الناس كلهم ظمأ من شرب من هذا الحوض يعني أذن الله سبحانه وتعالى له بأن يشرب من هذا الحوض يكون هذا من أهل النجاة ولا يظمأ بعده أبدا علامة نجاته. أما الذي طرد من الحوض فهذا أهل الحلاك وإلى النار ولا يسقى بما يبرد غليلة وإنما يسقى ماء حميما وإني سألت ربي أن لا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض هكذا وضم بين إصبعيه بالأحاديث بعض الأحاديث الأخرى مبين أن الرسول قال لا أقول هكذا فيطول أحدهما على الآخر لأنه السبابة أقصر من من الوسطى وإنما قال هكذا لأن السبابتين متساويتان يعني اكو تساوي بين القرآن وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولذا كان القرآن الكتاب الصامت وأهل البيت الكتاب الناطق زين هذا الحوض لكل المؤمنين الذين اتبعوهم، إذا أنت اتبعت الرسول ومن بعد الرسول الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يأذن لك بأن تشرب من هذا الحوض، مسؤول هذا الحوض الرسول والساقي عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، إذا الله أذن لإنسان بأن يشرب من ذلك الحوض، فورا يشرب بعد ما بي تاخير ماكو صاف لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحوض عريضا طويلا فيه قدحان جمع قدح كؤوس اي واحد اذن له فورا يجي يشرب منه بعد ماكو صاف ماكو دور لا لكن هناك ناس يطردون وهم من هذه الامه لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى البخاري في كتابه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا فرطكم على الحوض يعني أنا سابقكم على الحوض لأنه مسؤول عن الحوض أنا فرطكم على الحوض وفي يوم القيامة يعرض عليه مجموعة من أصحابه فيحلؤون منه يحلؤون يعني يطردون فأقول يا رب اصحابي او اصيحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك انهم لا زالوا مرتدين على اعقابهم القهقره هذا معنى الحديث يطردون من هذا الحوض مجموعه من الناس والرسول يقول اصيحابي او اصحابي يقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك هذا لتهويل عملهم يقول أنت ما تدري ذولا ماذا فعلوا يمكن هو يدري بس هذه العبارة للتهويل لتهويل عملهم لأن عملهم كان بشعا جدا في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر الرسول وعرضه يعني عرض الحوض هسه هذا عرض طول أشقد الله العالم ما بين صنعاء إلى أيله صنعاء في اليمن عاصمة اليمن أي له يقال جبل بين مكة والمدينة قرب مدينة ينبع طبعا قيل غير ذلك يعني تقريبا أكثر من ألف كيلومتر هذا عرضه هسه الله العالم فيه قدحان فضة وذهب يعني كؤوس من فضة وكؤوس من ذهب عدد النجوم يعني لا يعد ولا يحصى لأن المؤمنون لأن المؤمنين كثيرون جدا ثل من الأولين وثل من الآخرين ملايين الملايين هؤلاء حينما يأذن الله سبحانه وتعالى لهم فورا يشربون ولعله لكل واحد كأس خاص به قدحان فضة وذهب لعل بعضها من ذهب وبعضها من فضة لأجل اختلاف الدرجات درجة البعض أعلى من درجة البعض الآخر، لعله لهذا بعضها كان من فضة وبعضها من ذهب، طبعاً الحوض ليس فقط مجرد ماء إذا واحد شرب منه لا يظمأ بعده أبداً، يستفاد من بعض الأحاديث أن الحوض أيضاً فيه طعام، ولعله هذا بسبب اختلاف ما في الحوض من طعام وشراب فيه قدحان فضة وذهب عدد النجوم، الحاصل أنت وأنا ونحن هنا في دار امتحان، الدنيا تمر بسرعة، في هذا الامتحان يتعين مصيرنا الأبدي، إذا اتبعنا الله أطعنا الله واتبعنا الرسول صلى الله عليه وآله فنكون من أهل الفوز. والفلاح والرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله أمرنا بإطاعته ومحبة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين